تاني حلوه حلوه الباصه بالكعب عبد الله السعيد، لكن من هنا قفل. خطيره 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 خطيره، وضربه جزاء، ضربه جزاء هاشم الدسوقي، وانذار محمد عباس. عماد متعب بعد استفاد من الخطا بشكل رائع، خطا عبد العزيز موسى، تردت الكره بالعرض واتحطت قدام متعب، لم وخد هاشم الدسوقي لبره عشان يلم ويلعبها في المرمى، اضطر هاشم الدسوقي انه يعرقله. هتشوفها تاني، ادي بدايه الخطا من عبد العزيز موسى، وادي متعب يا ولد يا لعيب مشي، فات التدخل موجود والخطا والاعاقه وضربه جزاء يحسبها محمد عباس. شوف الخطا من هنا من البدايه من عبد العزيز موسى، وادي متعب بحس كبير اشترك معاه هاشم الدسوقي، ومحمد عباس قريب ويدي ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. شوف متعب اهي الخطوره هنا، ادي اشتراك، اي اشتراك خلاص، ومتعب بذكاء طالما ايد هاشم الدسوقي وصلت لقدم متعب خلاص. وائل جمعه اللي بدا يتخصص كده من السنه اللي فاتت في ضربات الجزاء، وائل جمعه جول جول، الهدف الاول للنادي الاهلي من ضربه جزاء يترجمها المخضرم وائل جمعه على شمال الحارس هاشم الدسوقي اللي راح ناحيه اليمين، عشان تصبح النتيجه بعد ثلث ساعه 1 النادي الاهلي لا شيء للداخليه. 10 هدف من ضربه جزاء قوم الداخليه، ثلاثي الخطير الخطير جدا المزعج، لما كولين حماده يحيى احمد تمسح السعيد، حلوه حلوه في المساحه، لو عدى احمد فتحي، بقول لحضراتكم لو عدى عدى هيلعب بالعرض، لعبها عرضيه، اوبا جول جول يا متعب، حلوه حلوه حلوه، وظهره مواجه للمرمى، الكبير كبير يا عم، ياخدها خلفيه مزدوجه، قلشت صحيح من على رجله، ما لبستش في رجله زي ما هو عايز، انما راحت من حسن حظه في المرمى، ويسجل عماد متعب الهدف الثاني في هذا اللقاء، ويسجل هدفه رقم 55 هذا الموسم. شوف احمد فتحي، يا سلام يا احمد يا فتحي، لعيب كبير لعبه، ادي فاتت من على رجله في الاول، وبعدين بقلشه بقلشه ما لبستش في وش رجله، انما لحسن حظه تتهادى داخل الشباك بعد ما نجح احمد فتحي رقد النادي الاهلي. وعماد متعب يسجل الهدف الثاني، وهدف الاطمئنان النسبي مع الشوط الاول لهذا اللقاء امام الداخليه. اهي شوف، والجماهير غائبه عن الحضور، عشان كده أرجوك يعني نتمنى في اللي جاي بقى خلاص، نداءات هي متكررة لكن لابد منها في التوقيت ده بالذات، لابد منها. لعب فتحي جول جول يا غالي غالي يا غالي، انت الغالي فعلا، ياخد الكرة العرضية من احمد فتحي بالمسطرة، لعبها له تدرس احمد فتحي، جات الركنية وخد العرضية، حسام غالي على طول يرتقي ويحطها بدماغه في الجول عشان يبقى الهدف. شوف هيمن وليد سليمان، شوف احمد فتحي، وادي غالي، يا سلام يا ولد يا حسين، بدور دايما يقوم بيه الحقيقه، وجاب جول على فكره في مباراه بتروجيت، ما ننساش من كره مشابهه، والسنه اللي فاتت في مباراه وادي دجله كان جايب هدف عند الدقيقه 65.